الفرنسي إيمانويل ماكرون ليحذر استخدام الهاتف الجوال قبل سن 11 عام، هكا يقول الأخبار، ويحذر كذلك استعمال شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 15 عام، هذا تماشيا مع التقرير اللي تم تقديمه لإيمانويل ماكرون من قبل لجنة خبراء حول تأثير الشاشات السمارتفون التابلت على الشباب وعلى الأطفال. الخبراء هذم قدموا تقرير لإيمانويل ماكرون يوصي بمنع الهواتف الجوالة بالنسبة للأطفال وحد سن للسماح ليهم استعمال الهواتف والأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي. العالم كله يتحدث عن خطورة هذه الأجهزة حاتم الأولاد، وكلنا مخطئون في حق أبنائنا. اليوم رئيس فرنسا يتدخل يطلب لجنة تعملوا بحث علمي يعطيوه لزنكونفينيون، وانا عمر على الأقل يزم المنع الصغار باش ما يمسوش السمارتفون. صغارنا كل تمس في السمارتفون، صغارنا كل تمس في التابلت، نحكيو في الراديو، نحكيو في التلفزة، والكلنا نروح ونعملوا عكس اللي نقولوا فيه. حتى لو كانت تحس بالخطورة تنقص جوست في الوقت كنت تعطيه له ساعتين توليها ساعة ونص ساعة وربع، وهذا إجرام واعين به مالوروزمون مكملين فيه. نبدأ بك حاتمي. هو راهو بون كيف يقول كلام جميل كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه، لكن هل هذا يطبق؟ أنت تعرف اللي تيك توك والإنستغرام عندك سن ما تجمش تعمل كونت أقل من 18 عام. ما يدلسوا في العمل، أما الكل هدلس. قانون كيف باش تطبقه؟ قلت لك قانون به كيفاش باش تطبق؟ كيفاش تلقى أنت في الشارع بوليس يرقى طفل صغير عمره 8 سنين بالتليفون شي عمل؟ أكيد بوه يشد الحبس ولا يتخطى. فهمت؟ لا أكيد ما يلعبوش غادي معناها. دونك كيف باش تطبق؟ هو اللي فات اللي أنت ولدك يعمل كونت إنستغرام وما عندوش العمر زاد سي كوندانابل. دونك التطبيق فما حاجات هذوما كيفاش باش الاليات باش نطبقوا في الدار، كيفاش باش تعس عليه في الدار اللي هو معناه قاعد يعمل في الشيء هذا. العباد مشكله يا رفيق، العباد سون كونسيون اللي فما خطر من اللي بورتابل. اما صحايبي راهو برشا عباد تعطي التليفون باش ترتاح، ولدك باش تلهيه. يا اخي انا في الجيل متاعي مساكن بناتي انا بعد ساعات ما نلقى ما نعمل نحط لهم تومي جيري نخليهم ثلاثه سوايع قدام التلفزه. ميسي اي معناها يا كيفاش باش تطبق؟ ما نجم تطبق حاجات كيما هكا. اما فما وعي عند الاولياء اللي الخطر هذا خطر داهم وديجا دهم علينا نحن، وبالانتليجنس ارتيفيسيل باش نخ يا ودي جماعه لي زيكزامان مشيو شوفوا برا قداش من لي زيكزامان كلها تتخدم الناس واللي تحضر كان بالانتليجنس. هو خطر داهم يا حاتم، وانا ننقد في روحي ومش ننقد في العباد لاني انا مذنب في الحكايه هذيا. اما كي تشوف معناه حالات، عندي بعض الحالات اللي نشحوا اللي ولادهم ما يمسش السمارت فون، يقول لك الحكايه يلزمها عركة وحرب أعصاب سورتو إذا كان ستانس في وقت ما بتاع ثلاثة جمعات شهر. فريمون الطفل باش يدخل في حيط وباش يبكي وباش يعاود يبكي وباش يعمل ديكريز، يلزمك أنت تشد تحملك العركة بتاع جمعتين ثلاثة شهر. اون فوا تحملتك الوقت هذاك الكل انتهت علاقته بالسمارت فون، انتهت تليفون، فهم؟ حاول المرة الأولى الثانية، تعرف صغير ديما يحاول باش بطريقة أو بأخرى يمشي كلامه. هو عديتك ثلاثة جمعات شهر حياتك تتبدل، وصغيرك وحده يلوج حاجات أخرين باش يلاقي فيهم روحه ما عادش في التليفون. ولكنك الشهر هذاك مش سهل، أنا إلى حد الآن للأمانة فاشل فيه. كما قلت تعب الخدمة النهار كيفاش يتعدى تروح حتى ترتاح شوية باش تسكتوا باش سكتها تعطيك سمارت فون، وهذه جريمة عشان ربي سمح عليه ولادنا يسامحونا خاطر لازم كونفينيون برشا ناصر. هو اهم حاجه قالها حاتم انا نايدو فيها، يا ولدي لابد يكون عندنا وعي، خاطر وقت اللي نعملوا كل شيء باش ننجحوا صغارنا ونصرفوا عليهم فلوس ونشوفوا لهم اساتذه معلمين ومن بعد نعملوا الحاجه العكسيه جمله، نجموا نعطيهم تليفون ينجم يسيبهم. انا عايده تقري في المدرسه وتقول لي راه فما صغيرات ما تبدا تايها، يبدا ادمان يوصل للادمان، راهو ما يبعدش برشا على الادمان نتاع المخدرات وما يبعدش برشا على ادمان اخر، راهو ينجم يدمر له حياته الكل. اليوم سامحني انت تصرف كل شيء وتبدا تعمل في لولدك كل امكانيات باش تحطه في احسن صوره، ومن بعد تعطيه حاجه تنجم تضر له حياته الكل تدمر له حياته. اليوم زاد حتى لي بارون يلزمهم كي يدخلوا لديارهم يطيشوا تليفوناتهم، ما يستعملوش تليفوناتهم، يتلاقوا بصغارهم، لابد من تضحيات. اليوم زاد كيف نحكيه والناس نخدموا في الاخر
نخدموا الناس الكل على شنو هو في الاخر؟ ما بشوفوا صغارنا نجحين ونشوفوا حاجات باهيه ونشوفوا صغارنا كيفاش تتربى وكيف كاين احنا ما نعاونوهمش خاطر هو الولد يتولد ورقه بيضاء. كيفاش انت توظفها؟ كيفاش انت تستعملها وقت اللي انت تبدا عندك حاجه تحب تعملها تعطيه باش تلاهيه وبعد تحاسبه هو؟ انت حاسب نفسك. فما ضغط نتاع الانتوراج لانه صغار كل عندهم السمارت فون، دونك ديجا انت باش تقنعوا لي كوزين عندهم وشادين السمارت فون للكوزان. ليه مش حتى تواصل، انا بنتي مش عمر تاع تواصل حاتم، اما بتلقى لي كوزين نتاعها شادين تليفون ويتفرجوا لي كوزان كيف كيف. كيفاش انت باش تقنعها بالحاجه هذيك؟ هذاك صعيب. صديقنا وسام يقول لي صغار الكبار مدمنين بالتليفون اكثر من صغار. هذا صغير هبط ابليكاسيون اجينا ما نعرفش، لكن خرجت لي الحصيله نلقى روحي تعرف قداش حاتم تشوكيت، والله تشوكيت 14 ساعه ولا 15 ساعه ونص وانا في التليفون كوتيديانمون سكرولي، معناها تليفون نستعمل فيه 15 ساعة بين فيسبوك وانستغرام وعشرة سوايع نورمال زاد في خاطر الأخبار الفويترو كورون. إيه الفويترو كورون 15 ساعة معناها حتى وانا نسوق قاعد نسكرولي ونقص سوايع كنو معناتها ساعتين عايش، معناها ساعتين عايش برنس. شوف راف احنا نقولوا في كلام تو انت قلتوا هذا باش نعاودوا نقولوا في كلام هنا ونوعيوا في الناس كل شيء، لكن نمشيو للدار نسكت حفاد ديانا وامهم وابوهم وكل كان بذلك جريمة. لكن حاجة أخرى اكتشفتها راف والله العظيم شيء وقف المخرى صغيرة إليف مثلا اللي عمرها هي 6 سنين تعرف تعمل راف أي تليفون عندها بالليل العظيم توقف لك مخك تولي خايف عليها. ألو رفيقة سي رفيق بوسناقة وهي ما تكلم أحد وبعدين تعمل لك تضرب في حد شيء. ألو بابا عزيزي تولي ليش ما بولة زدن ايش نعمل؟ نخبي التليفونات الكل ولا نكسرهم الكل؟ عزيز هيعمل هكا زاد ما عندك اللي تست تليفون وتحكي في الهويه يعني. ما هو العرب يثبت لهناك نحبش نشيق على زياد ولا حاجه. اي والله العظيم اي اخويا لي الفوفير اتونسيون هكا الفوفير اتونسيون ردوا بينا على صغارنا ردوا بينا على اولادنا لانه الخطر دائما كي يدخل رئيس فرنسا ويطلب من خبراء يعملوا له دراسه ويعمل قانون كميه طريقه تطبيقه من بعد موضوع اخر. سيفيري الكلام اللي قلته حاتم ولكن الامر على درجه كبيره من الخطوره. نذكر تقرير عملناه في التلفزه سيليكون فالي ليزيكول اللي غادي كل اولاد لي بي دي جي والدي جي ما يقراوش في ليزيكول اللي فيهم سمارت الدنيا الامور التكنولوجيه يقراو في كل بالتباشير الواحد. دونك الامر خطير كلنا مسؤولين وراو الحساب نتاع اولادنا وتنرفيزو وكل ليكسي في لي رياكسيون اللي تعدى تتحول ساعات الكلام مش مقبول وكله مربوط بالتليفون كل اكسيتاسيون قله التركيز كله راو مربوط بالتليفون واحنا مسؤولين على هذا. نوني معك في المقابل فما عائلات رقات في التليفون استغلت الادمان نتاع صغار رقات وسيله للعقاب الغير معناه الغير بدني. وقت اللي تكونفيسك التليفون وتحرم الصغير من التليفون العقاب تريزيفيكاس وهذا مزاد معناه يحكيو فيها حتى في التقرير نتاع تريزيفيكاس خاطر متعلق برشا بالتليفون ما احنا لازم ناخذوا انه لا يولي العقاب لا كادو صحيح. فهمت زاد فما هكا وهكا لا ما حشنيش.